أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في شفق نيوز: وثيقة الصحة العراقية تقترح فرض حظر التجوال وتلوح بإجراءات صارمة. في الزمان مراقبة البرنامج الحكومي تقترح تخفيض أجور التعليم الموازي. ونقرأ في العرب الجديد: عراقيون يتظاهرون لإنهاء الإفلات من العقاب في بغداد وعواصم أوروبية. نتصفح في العرب اللندنية: الاحتجاجات تتواصل في خوزستان الإيرانية بسبب أزمة المياه. وجاء في عربي 21: احتجاجات ضخمة في كوبا، الرئيس يقطع الإنترنت ويتهم أمريكا. نشرة اندبندنت: الجوع والعدوانية في لبنان يدفعان اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم. ونقرأ في واشنطن بوست الكاظمي: بين رغبة التعاون مع واشنطن وتجنب المواجهة مع إيران ووعود الإصلاح. أهلا بكم. نبدأ من مقال في صحيفة الميثاق الوطني العراقي للكاتب وليد الزبيدي، حيث قال الزبيدي إن الجهات المسؤولة في البيت الأبيض تؤيد قرار الرئيس جو بايدن الخاص بإلغاء قانون إيجاز حرب وغزو العراق الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2002. وقبل مناقشة هذه القضية الخطيرة يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم يقول: ثم ماذا وما الذي سيحصل بعد خراب العراق؟ عشرات الأسئلة يفترض أن يطرحها الشارع الأمريكي قبل أسئلة الشارع العراقي والعربي والدولي، تنصب على ذلك القرار الخطير الذي غزت أمريكا بموجبه العراق في ربيع العام 2003، أي بعد نصف عام من قرار الرئيس الأسبق بوش الابن، وبالاعتماد على علم الإحصاء واستناداً إلى الأرقام التي توثق حقبة السنوات منذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى الآن، تكشف عن خسائر أمريكية أولاً وبعد ذلك دول الغزو والاحتلال وفي مقدمتها بريطانيا، ومن ثم الخسائر التي لحقت بالكثير من دول العالم، وبعد ذلك تأتي إحصائيات خسائر العراق التي لا تعد ولا تحصى. في الحروب الجميع خاسرون، لكن في غزو أمريكا للعراق تجاوزت الخسائر هذه القاعدة، فالحروب العالمية تواصلت لعدة سنوات، وبعد توقفها بدأت مرحلة لملمة الجراح ثم الإعمار، وأفضل الأمثلة على ذلك ما حصل في ألمانيا واليابان، فبعد أن توقف نزيف المدافع والبارود توقف نزيف الدماء والخراب والدمار. وحتى في حروب فيتنام وكوريا منتصف القرن العشرين فقد انتقلت تلك البلدان والشعوب إلى مرحلة البناء وترسيخ السلام والتوجه نحو التنمية. أما في غزو أمريكا للعراق فإن واقع الحال يكشف الأهوال وما بعد الأهوال، منذ إطلاق الصاروخ الأول نوع توماهوك ليلة العشرين من آذار مارس في العام 2003 وحتى هذه اللحظة لم يتوقف نزيف الدماء ولم يحصل أي بناء أو إعمار في ذلك البلد. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة فقد خسرت في حقبة الاحتلال الممتدة منذ العام 2003 حتى هروب القوات الأمريكية نهاية العام 2011، واستنادا إلى تقديرات خبراء المقاومة العراقية التي طاردت تلك القوات أينما تحركت بما يزيد عن 75 ألف قتيل، في حين يعترف البنتاغون بـ 4500 قتيل فقط. وتكبدت الخزينة الأمريكية ما يزيد عن 7 تريليونات دولار، وما زال النزيف متواصلا. جاء في عربي 21 جاسم الشمري يقول: تعتبر الانتخابات البرلمانية في العراق مناسبة لدخول البلاد في حالة صراع فكري ومجتمعي أيضا
وكذلك مرحلة سيئة جدا لتشويه الشوارع والساحات العامة بآلاف المنصات الحديدية والورقية، والتي تترك بعد الانتخابات في أماكنها لتشوه المنظر العام للمدن التي تعاني أصلا من إهمال وتخريب. وهناك طرق أخرى من أجل كسب الأصوات عبر المال السياسي ونفوذ الأحزاب والسلاح. جاسم الشمري كتب حول الدعايات الانتخابية في العراق. الدعاية المالية، ويعتمد هذا النوع على شراء البطاقات الانتخابية من المواطنين والتحكم بقراراتهم، ويتم الدفع إما قبل أو بعد التصويت، وتختلف أسعار البطاقات ما بين 20 إلى 100 دولار وفقاً لفكر أو عقلية الناخب. الدعاية المسلحة، وهذا النوع هو الأخطر، وتنفذه غالبية الفصائل المسلحة، وبالذات في المحافظات ذات التداخل السكاني أو الاختلاف الفكري والولائي. وقد لاحظنا في الانتخابات الماضية أن بعض الفصائل أجبرت المواطنين في بعض قرى محافظة ديالى على انتخاب شخصيات محددة. الدعاية الخدمية، وهذا الأسلوب قائم على قوة المرشح ومنصبه وقدراته المالية وعلاقاته مع المالكين للقرار بصرف أموال تبليط الشوارع أو بناء المدارس والمستوصفات وغير ذلك من الخدمات الآنية والمستقبلية الحقيقية والوهمية. جاسم الشمري يضيف: الدعاية التموينية، هذا النوع من أقبح الأساليب، ويقوم على تقديم الملابس والبطانيات والمواد الغذائية ووجبات الطعام الجاهزة للمواطنين وبالذات الفقراء منهم. وهذه المواد تشمل الرز والزيت والبقوليات والدجاج المجمد والسمك المشوي وغيرها. وفي الغالب توضع صورة المرشح على تسلسله في القائمة الانتخابية مع تلك المساعدات. جاء في الزمان بأي ذنب احترقت. ميادة الحسيني تقول: فتاة من مدينة ذي قار قبل أيام كانت تستعد وتنتظر موعد الامتحانات النهائية بشغف، وبعد تأكيد إصابتها بكورونا وتدهور حالتها الصحية استدعى ذلك دخولها إلى المستشفى فورا لتلقي العلاج، وما بين التفكير بالشفاء والعودة سريعا لإنهاء مراجعة المواد الدراسية لأداء امتحان الصف السادس الإعدادي، كانت إرادة الشفاء لديها قوية. طلبت من والدها جلب ملخص لإحدى المواد الدراسية كما تسمى في العراق ملزمة، حيث ذهب الأب مسرعا بلا تردد، لكنه بعد أن عاد إليها وجد أنها احترقت وأصبحت جثة متفحمة هامدة. تلاشت أحلامها واحترق جسدها، وتناثرت حروف كانت قد جعلتها سلما للوصول إلى مرتبة عليا. بأي ذنب احترقت؟ عشرات حولها يرقدون على أسرة في ردهات للعزل والحجر الصحي في مستشفى الحسين في مدينة ذي قار، كانوا ينتظرون الخروج والعودة إلى عوائلهم. لكن الحريق في مكان هو بالحقيقة للعلاج والشفاء أودى بحياتهم بلمح البصر. ما ذنب شاب يهرع لإنقاذ المرضى والمصابين ليجد أمه بين الجثث المتفحمة ويطلق صرخة ويقول: هذه أمي؟ وما ذنب آخر يدفن بيديه ستة من أفراد عائلته، إخوته وزوجته وعمه؟ ما ذنب أطفال ونساء يبحثون بين الجثث عن ذويهم؟ يقصد الناس حول العالم كله المستشفيات لأجل الشفاء وأخذ العلاج والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد فترة النقاهة، إلا بلد العراق حين يدخلون المستشفيات يختنقون لنقص الأكسجين أو يتوجعون لنقص الأدوية وسوء الخدمات، ويحترقون بعدها ويغادرون الحياة تاركين خلفهم أحباء تنفطر قلوبهم وجعا لفراقهم، وهم لا حول لهم ولا قوة ولا يعلمون من السبب. لماذا كل هذه الاستهانة بأرواح العراقيين؟ ولماذا هذا العقاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يفجع العراقيون بين الحين والآخر بالفقدان والفراق وبتقديم الشهداء؟
لأن أصواتا نادت وطالبت بحقوقها تحرق وتقتل وترمى بدم بارد في الشوارع أو تختفي للأبد ولا يعرف أحد طريقها. لماذا أصبح العراقيون عوضا عن البحث عن سعادتهم يبحثون بين جثث الموتى عن أحبابهم، وبدلا من السعي خلف طموحهم وأحلامهم ومستقبلهم يركضون خلف جثمان وجثامين لا يعرفون كيف يثأرون لها؟ جاء في فورين بوليسي ما تداعيات اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية. سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على تداعيات اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة وتأثيرها على الأوضاع المختلفة في لبنان. وقالت المجلة في تقرير إن اللبنانيين فقدوا الأمل في بلد أصبح دولة هشة فاشلة، مضيفة أن الحريري قدم حكومته إلى الرئيس ميشيل عون 18 مرة لكن دون جدوى، وحاول إقناع عون بمزايا حكومة غير حزبية مؤلفة من 24 وزيرا مقسمة بالتساوي تماما بين السنة والشيعة والمسيحيين. ما تداعيات اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية؟ إن مستويات اليأس مرتفعة للغاية، لدرجة أن اللبنانيين من الطبقة الوسطى الناطقين بالإنجليزية والذين يحلمون بأن يصبحوا مهندسين ومديرين يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية مقابل أجر زهيد. إن الحرب الأهلية عمرها جيل واحد فقط وما زالت تطارد الوعي اللبناني. الاضطرابات المدنية والخوف اللبناني باتت وشيكة، وانخفضت قيمة العملة بأكثر من 150%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل هائل، وانخفض الدعم على الخبز والوقود. هذه المعاناة لا تؤثر على الطبقة السياسية اللبنانية التي تخدم مصالحها الذاتية وتنشغل في الخلاف على الوزارات وتخطط لكيفية السيطرة على الحكومة من الخارج. لبنان يتجه نحو أوقات عصيبة، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً، ولسنا متفائلين بأن حكومة انتقالية أو حكومة يهيمن عليها عون ستكون قادرة على التفاوض مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. بدوره أوضح الجنرال المتقاعد إلياس فرحات أنه بحال مقاطعة الحريري لعملية اختيار رئيس وزراء جديد، فلن يجرؤ أحد على القيام بهذه المهمة، معتقداً أنه حتى حزب الله قد يجد صعوبة في البحث عن مرشح سني آخر ودود مثل الحريري وفق تعبيره. أعانكم الله أيها اللبنانيون، سيتعين على اللبنانيين بذل مجهود كبير وانتظار الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل، لكن مع تدهور الاقتصاد قد يسوء الكثير قبل الانتخابات. المجاعة والفوضى تطرقان أبواب لبنان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والخصومات الطائفية. نقرأ في إندبندنت حيث جاء مقال جاء فيه نشر صحيفة إندبندنت تقريرا لمراسلتها بيل ترو، قالت فيه إن اللاجئين السوريين خاطروا بحياتهم وهربوا من الجوع والحرب، واليوم مع انهيار لبنان فهم يخططون للعودة إلى بلادهم. وقالت إن رب عائلة من 4 أولاد يعرف أن العودة هي انتحار، لكن ورغم لجوئه قبل 3 أعوام إلا أنه لا يمانع المخاطرة والموت بالعودة إلى سوريا بدلا من البقاء في لبنان والموت جوعا. بحسب الأرقام الأخيرة من الأمم المتحدة، فأكثر من 3/4 سكان لبنان وعددهم 6 ملايين نسمة لا طعام لديهم أو مال لكي يشتروه، وأصبح سعر كيس الخبز 4000 ليرة لبنانية، أي 5 أضعاف عما كان عليه قبل أشهر، وزاد سعر السكر والأرز 8 أضعاف، ولهذا
فمنظر اللاجئين في لبنان وهم يبحثون عن بقايا الطعام في أماكن القمامة ليس غريباً. وقالت العائلات السورية التي تحدثت إليها الصحيفة إنها باعت كل الأغطية التي تملكها للحصول على الطعام، ذلك أن الموسم حار وهي ليست بحاجة إليها، لكنها تخشى من الشتاء الذي قد يحل بدون أغطية. أما عائلات أخرى فقد تحدثت عن تبادل الملابس وفرش المنازل مقابل حليب الأطفال والأدوية، وزادت معدلات تزويج القاصرات وعمالة الأطفال. وفي واحدة من المخيمات السورية في عرسال التي تبعد 150 كيلومتراً شمال شرق بيروت، اعترفت سورية أنها زوجت ابنتيها 15 و16 عاماً لأنها لم تعد قادرة على توفير الطعام لهما. وقالت أياكي إيتو من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في 2019 كان نصف اللاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وبنهاية 2020 ارتفعت النسبة إلى 90%، واليوم جميعهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع. مضيفة: بالطبع عانى السكان اللبنانيون من الانهيار الاقتصادي، لكن اللاجئين كانوا الأكثر معاناة. وقالت الأمم المتحدة للصحيفة: كيف يعيش كل اللاجئين السوريين البالغ عددهم تقريباً 1,000,000 نسمة تحت خط الفقر، ويعتمدون على دولار واحد في اليوم، وهم لا يجدون الطعام أو المال لشرائه. كان لبنان بلداً مريحاً نسبياً للسوريين الذين عاشوا في مساكن مستأجرة بطريقة غير رسمية في البقاع وعرسال والشمال، لكن الحياة أصبحت فيه لا تطاق بسبب الأزمة الاقتصادية. صحيفة ليزيكو الفرنسية جاء فيها مقال نشرته، أكدت فيه أن أهداف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف عن أهداف سلفه دونالد ترامب رغم اختلاف السياسات بين الإدارتين. وقالت الصحيفة في تقريرها إن بايدن يتبع على الصعيد الدولي أسلوباً مختلفاً تماماً عن أسلوب دونالد ترامب، لكن الأولويات تبدو متقاربة إلى حد بعيد بينهما. رسالة عودة أمريكا وعودة الدبلوماسية التي أراد جو بايدن إرسالها إلى الأوروبيين خلال جولته على هامش قمة مجموعة السبع كانت واضحة، وقد كررها مراراً وتكراراً، وتتضمن محورين أساسيين: رغبة الإدارة الجديدة في إعادة علاقاتها مع حلفائها إلى قلب دبلوماسيتها، ونية العودة إلى منظومة القيم التي تخلى عنها دونالد ترامب. سياسة الحوار مع الحلفاء سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، هدفها الأساسي الدفاع عن المصالح الأمريكية ومصالح الطبقة الوسطى، وقد كان ذلك واضحاً في المفاوضات التجارية مع أوروبا. لم يرفع جو بايدن الرسوم الجمركية التي وضعها دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم القادم من أوروبا، أدى ذلك إلى توفير بضعة آلاف من الوظائف في الولايات المتحدة، وهو عامل مؤثر سياسياً ويمكن أن تلعب دوراً حاسماً في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. بايدن لم يعد أيضاً إلى اتفاقية التجارة الحرة مع بعض دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإيقانوسيا، وقد أوضح أنه يفكر في العودة لكن بشروط معينة لم تتحقق بعد. الصحيفة تختتم بالقول إن سعي إدارة بايدن لتشكيل جبهة مشتركة ضد بكين يعد استراتيجية طويلة الأمد، هدفها الرئيس استعادة ثقة المواطن الأمريكي العادي الذي أغرته ترامبية بشعاراتها البراقة. وفي خبرنا في هذه الحلقة: تصنع كسوة الكعبة في مجمع يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري
ويضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي لتجميع الكسوة، وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء كتب عليها لفظ يا الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ويا ديان يا منان. وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها، ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة بالإضافة إلى 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة و5 قناديل كتب عليها الله أكبر على أعلى الحجر الأسود إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.